السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى أقول لك إزاي إنك أنت ترد الحسد على اللي حسدك وتجعل عينه إن هي تصيبه بإذن الله جل وعلا. أول حاجة قبل كل شيء أنا عايزك إنك أنت تجيب كوباية مية زي دي. كوباية المية ديت إحنا هنقرأ عليها آيات قرآنية معينة الأول عشان نتأكد أنت محسود ولا لأ. فلو أنت جاهز هات كوباية مية الآن وحضرها قدامك. ها جبت كوباية المية؟ إذا دوس لايك وشارك البث واكتب تم وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انا هقرا على كوبايه الميه ديت ايات قرانيه وبعد كده هقول لك اشرب الميه دي، هتبص تلاقي طعمها. لو انا قلت لك دلوقتي هتقول لي حق نفسي، فخلينا الاول كده مع بعض نقرا الايات واقول لك طعم الميه لما تشربه ايه اللي حصل معك فيه. الايه الاولى هي قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله بسم الله بسم الله. كل ما عليك انك انت بس تحط لي صبعك على المية كده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معايا الآن الصلاة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثانيا عايزك بقى الآن تقول بسم الله وخد رشفة من المية. بسم الله هتلاقي طعم المية مسكر جدا زي العسل في فمك، صحيح؟ لو طعم المية زي العسل اكتب لي في التعليقات عشان أرد عليك. امسك كوبايه الماء كمان مره وقول بسم الله اوله واخره. قلت بسم الله اوله واخره، قول بقى حسبي الله ونعم الوكيل وبسم الله واشرب مره كمان واستطعمها. هتلاقي طعم الميه مر معاك جدا وفي لزوجه ومراره في الميه وانت بتشربها. عارف مرارة المية دي معناته ايه؟ معناته انك انت يا اخي الكريم مصاب بأذى من جن. نوع الأذى ده عبارة عن شيطان حاسد، فركز معي عشان نسحب لك الشيطان الحاسد ده ونجيبه لك دلوقتي ان شاء الرحمن في دراعك الشمال، وهتيجي انت بنفسك هتحط ايدك على دراعك الشمال وتمسكه بإذن الله وتحط ايدك على النبض ده وتقضي عليه في لحظات معدودة. فاكتب لي في التعليقات الله اكبر لو معايا. ها كتبت الله اكبر؟ ركز بقى معايا يا اخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. غمض عينك بس اللحظة دي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قل بسم الله الآن. يدك اليسار الآن هتبص تلاقي إن فيها تنميل، وهتبص تلاقي إن التنميل ده بيشتد معاك وينزل للأسفل. ضع يدك على التنميل الآن وقول حسبي الله، قل بسم الله ثلاث مرات، قل بسم الله ثلاث مرات، قل إيه أعوذ بعزات الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر سبع مرات، وحسبي الله ونعم الوكيل أربع مرات. عملت كده؟ طيب إذن ركز معي بقى، إزاي أنك أنت ترد العين على الشخص اللي حسدك؟ أول حاجة عايزك تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم كتيرة قوي. النعم ديت أهم شيء ربنا جعلها مباركة، فربنا هو اللي أعطاك النعم. فأي حد يفتفكر أنه حيزيك أو يصبك بالعين، كل ما عليك تقول في نفسك الله أكبر، كده أنت حميت نفسك من عينه. ده ثانيا، ولما يجي حد يسألك يقول لك مثلا أنت حياتك كلها كويسة وأولادك بيذاكروا وأولادك حياتهم جيدة وأولادك موفقين في الدراسة، كل ما عليك أنك أنت حتقول كلمة واحدة فقط، الحمد لله. موسى بن عمران يقول قال الله عز وجل في كتابه الكريم ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وسنجزي الشاكرين. فكل ما تقول الحمد لله في وش الشخص اللي بيحسدك أو اللي بيتمنى زوال نعمتك، ربنا سبحانه وتعالى بيرد العين عليه، فالعين بتصيبه هو، فسبحان الله يتحرك بحسده، وسبحان الله يصاب بضر أكثر من الضر اللي هو موجود فيه، ويصاب ببلاء بأكثر من البلاء اللي موجود فيه. فكل ما عليك يا أخي الكريم إنك أنت تلجأ إلى الله جل وعلا بالدعوات وبالأعمال الصالحة، وكل ما شخص يقول لك حاجة وشايف إن الشخص ده هو اللي بيحسدك وتحس كده إن جسمك بيهمد أول ما تشوفه وإنك أنت بتخاف منه وصدرك بيضيق، كل ما عليك إنك أنت هتقول كلمة واحدة فقط لغير، أنت ربنا موفقك في دراستك تقول الحمد لله، أنت أولادك كويسين في الدراسة الحمد لله، أمورك ماشية معك تمام الحمد لله، ربنا الحمد لله مبارك لي والحمد لله على نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك نعمتك ويزيدك منها ويرد العين على الشخص اللي صابك. لو وصلت لحد هنا اكتب سبحان الله وحرد عليك إن شاء الرحمن في التعليقات، وشارك المقطع ده لأصحابك وأصدقائك اللي تعرفهم، وما تنساش تدوس لايك وتضغط زر سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من تفسير الأحلام أو قناتك تفسير الأحلام في اليوتيوب وصفحتك تفسير الأحلام في الفيسبوك. دمتم في ود في أمان الله، والسلام عليكم.